عليكم، شلونكم طلاب؟ يا رب الصحة والأمان والسلامة للجميع. أخذنا بداية محاضراتنا عن التخيليات اللي هي تقسم إلى بروتوزوا بدائيات، هيلمنتس ديدان، وأعرف روبوت مفصليات. وبعدين أخذنا البروتوزوا بالتفصيل، هي عبارة عن كائنات أحادية الخلية، نيوسيلولار أورجانيزم. هذه الخلية الواحدة تقوم كل الوظائف الحيوية للكائن، هي اللي تسبب لي الإمراضية للإنسان. الوظائف اللي تقوم بها عندنا من تغذية، إخراج، تنفس، تكاثر، لا آخر من الوظائف الحيوية. أيضا أخذنا الأنواع المختلفة، السبيشيز المختلفة اللي يتعرض إلها الإنسان، واللي إلها أعراض تتراوح من بسيطة إلى أن تصل شنو أعراض مهددة للحياة. اليوم ناخذ الديدان. الديدان تكون مالتي سيلولر اورجانيزم، كائنات متعددة الخلايا، يعني الجسم مو عبارة عن خلية واحدة، لا، هنا راح يكون عندي خلايا متعددة متشاركة حتى تنطيني شنو الكائن الكامل. شلون الإنسان عنده نسيج وعنده عضو، لكن الديدان ما توصل لرقي الأجسام بالحيوانات أو الإنسان بشكل عام. They cause different diseases in human. هذه تسبب لي أمراض مختلفة، لكن بحالات قليلة تسبب لي تهديد للحياة أو موت للإنسان. بشكل عام يقول عليها أنه يسبب أنيميا وتسبب مال نيوتريشن وفقدان وسوء تغذية. وسوء التغذية من جاي؟ إذا سامعين دائما اللي الأطفال من يأكلون هواية، أهلنا شو يقولون عليهم؟ أكو بطن ديدان. القول ببساطة يقولي لكن علميا صحيح. هذه الديدان سنأخذها مثلا بالكينيا توصل أطوالها إلى 10 و15 متر، يعني أكو كائن ثاني موجود داخل جسمه. هذا يبدي شو يسوي؟ يتنافس على المغذيات، يتنافس على النيوترينتس الموجودة. بالتالي هذا الشخص شو يسوي؟ يبدي ياكل أكثر حتى شنو؟ حتى يعوض النقص الحاصل. هذه الديدان ما راح تجي للإنسان، شلون يتعرض لها؟ نعطينا 4 طرق. disposal of humans to the parasites or to helmets. الشكل الأول هي contaminated soil, water and food، ماء، غذاء، وحتى التربة الملوثة بالأطوار الممرضة، قد تكون بيوت قد تكون لارفا حسب نوع الديدان. تأخذون مثال اللي هو التينيا، تينيا الرو ميت باللحوم الخام، يعني غير المطبوخة، أو نقول عليها اللي هي مطبوخة لكن بشكل غير جيد. الشكل الثاني عندي البلاك سكينج انسكت، عندي الحشرات الماصة أو المفصليات الماصة للدم مثل الفيلاريا ورم، سنأخذها إن شاء الله، ديدان اللي يسبب لنا داء الفيل وغيرها من الفيلاريا. ثلاثة person to person، شخص إلى آخر، مثل الانتروبيوس فيرميكولاريس، الديدان الدبوسية، بس هذا المثال تأخذون واحد. والشكل الرابع اللي هي الأنصل أو ما يعرف بالأوتو انفكشن، هي الإصابة الذاتية أيضا بالانتروبيوس فيرميكولاريس. هنا بدل ما أنه من شخص إلى شخص، أو بدل ما أنه يكون عن طريق ماء وغذاء ملوثين، الانتروبيوس فيرميكولاريس، هذا بنحكي عن الشكل الرابع بالأوتو انفكشن. هنا هذه البيوض مال الديدان من راح ناخذها، راح نشرحها أكثر بالتفصيل، بدل ما تخرج وتنطيني تلوث للماء أو الغذاء وتروح إلى شخص ثاني، البيوض تفقس بنفس هذا الشخص وتعيد لي الإصابة، يصيحوا لها شنو؟ يصيحوا لها أوتو انفكشن. يجي هذا الهيلمنت راح أقسمها إلى شعب، فيروس لاتي هومنس الشكل الأول، نيماتود أنيلي. البلاتي هومنس اللي يدي داني مسطح فلات ورم، أقسمها إلى سيستودة أو ما يعرف بالتيب ورم، ديدان الشريطية، تيب شريط، هذا مال الفلوس مالت من نفسه تيب ورم، أو الشكل الثاني الكريماتود أو الفلوكس هي المخرمة. نيجي إلى الفيلوم الأول، هذه عندها مجموعة من الخصائص، يجيكم بالامتحان
enumerate 5 only of ثلاثة helmet characters. أقول لكم أني عددوا مثلاً 5. لكن إذا إجاكم نقطة من النقاط بشكل فراغ أو بشكل صح وخطأ، يعني أنتم مطالبين به كلهم. نجي مثلاً للقسم أو النقطة الأولى. The platy helmets are bilaterally symmetrical animals. كائنات ثنائية أو جانبية التناظر. يعني شلون الإنسان؟ مثلاً الإنسان أجي أخلي خط بمثلاً منتصف الرأس، راح أشوف إنه الجانب الأيمن مشابه تماماً للأيسر، عنده عين منا عنده عين منا، أذن منا أذن منا. هذه الكائنات نفس الشيء، صح لها جانبية التناظر. النقطة الثانية هرمافروديتك خنثية، يعني شنو؟ يعني عندي الأجهزة التناسلية الأنثوية والذكرية بجسم واحد، كائن واحد. هذه not separate sexes، أجناسها مو منفصلة، كائن واحد هو يخصب بنفسه بنفسه. ثلاثة أكويلوميت، قال لكم بين قوسين having no body cavity، ما عندها تجويف جسمي. هذه ما عندها تجويف جسمي، يعني شنو؟ يعني جدار الجسم ملتصق بالقناة الهضمية، ماكو جدار، سوري ماكو تجويف. أربعة have no specialized circulatory and respiratory organ، ما عندها لا جهاز دوران ولا جهاز تنفس، وهذا انطاها الشكل المسطح ساعدها بامتلاك هذا الشكل. لعشلون منين تجيب الأكسجين؟ عن طريق الديفيوجن، عن طريق الانتشار، من الجلد أو من جدار الجسم. Have gastrovascular cavity أو تراكت بشكل مبسط rather than complete digestive system، ما عندها جهاز هضمي متكامل. شنو عندها؟ عندها قناة هضمية بسيطة من فتحة واحدة للإنجسشن، وقال لكم معناها هذه إنجسشن take off nutrients أخذ المغذيات، أو إنجسشن إخراج removal of undigested waste إخراج الفضل. Nervous system consists of pair of nerve cords، قال لنا الجهاز العصبي عبارة عن حبلين عصبيين يمتدان على طول الجسم، ما عندنا دماغ ولا عندنا جهاز عصبي مركزي، وهذه التفاصيل المعقدة بشكل مبسط عبارة عن حبلين عصبيين. هذه الأنواع شبيهة زوناتيك، يعني شنو زوناتيك؟ يعني تتقفل على الحيوانات اللي من ضمنها الإنسان. هاي هسه خلصت الخصائص. عندنا هاي الصور للأصناف، الديدان مسطحة هذا بشكل عام، عندي سستودة هذا راح يكون شكلها، وعندي هاي الكريماتودة اللي تشبه ورقة نباتية، وعندنا هذا الكلاس الثالث احنا ما نتطرق له. هسه نجي للكلاس الأول اللي هي السستودة أو ما يعرف بالتيبوان، قلنا هذه شكلها مثل شريط، هذا شريط الفلوس. أيضا عندها خصائص the tapeworms are hermaphroditic، هنا بعدنا بديدان خنثية. have flat body، جسمها مسطح لونه أبيض إلى رصاصي. consist of an anterior attachment organ، أكو فشي عندها هسه ناخذه بالتفصيل، إنه مقدمة الجسم بها عضو، أو هذا هو السكولكس، هذا اللي هو معناه الرأس، هذا أول قطعة جسمية. وقال لكم a chain of segments، وسلسلة من القطع. تسعر لكم ياها the scolics has sucker، ومقال attachment organ عضو للالتصاق الصحورة السكولكس. هذا السكولكس شنو بي؟ بسكرز، بمحاجم، هاي معناه محاجم، براس سلم أو ما يعرف بالخطم، هذه كلها أعضاء للالتصاق. وعدها أيضا 1 إلى 2 روز، صفوف من الهوكس، من الخطاطيف. شو هذا؟ شوفي هذا صح لحنا تشنقال ما القصة بكي. هوكس situated on the center of the scolex. بعد بصراحة أراويكم صورة، وهذا الرسم أنتم مطالبين به.
صحيح. هنا عندنا هذه هي مقدمة الجسم، هذا هو السكولكس، هذا نعطيكم أني أشير عليه أنه هو شنو سكولكس. عند هذا واحد سكر، هذا اثنين سكر معناها محاجم، لأن اثنين وأكو اثنين من الجهة الخلفية المقابلة صاروا أربعة. هنا بالمقدمة أكو ما يعرف بالروستيلا، أنا ما أنطيكم يعني حتى ما يصير عليكم هوسة، بس ناخذ من الهوكس هاي اللي ما يعرف بالخطاطيف أو الأشواك. هسه هذا منو؟ هذا سكولكس، هاي أول قطعة جسمي. القطعة الثانية هاي وحدة راح تعرف بالنك بالعنق هاي. أجي بعد شنو عندي؟ عندي موبايل الكومور قلنا سكولكس، بعدين اكو شنو سيجمنتس، تشين اوف سيجمنتس، سكولكس واحد نك قطعة ثانية. نبدي هسه بهاي التشين. التشين عبارة عن شنو؟ اقسمها الى اما تشور، هاي قطع غير ناضجة ومجموعة. هسه هذه منك بدا هنا شوية زاد القطر مالتها عرضت، هاي اصلح لها اما تشور، بعد عرضت شوية أكثر صارت مشهور، بعد بعض راح تكبر أكثر أصلح لها شنو الجرافيد، هذا تكبر بالحجم. راح يجيكم سؤال what the difference between immature mature and gravid segment، شنو الفرق بين القطع غير الناضجة الناضجة والحبلة. هاي أقرب معناها حبلة يعني الحاوي على البيض. الفرق شنو؟ الإمتشور هنانا غير ناضجة يعني غير حاوي على الريبرودكتيف أورجان، أصلا ما موجودة. المتشور حاوية ريبرودكتيف أورجان أعضاء تكاثرية، تعرفون يعني تيست والأوفري. الجرافيدي راح تكون او الجرافيد راح تكون حاوية على الايج اليوترين تفرعات الرحم، هاي هنا لكم اياها، انا مسويت لكم اياها بشكل اكبر، هاي سناخذها ان شاء الله بالعمل اذا اخذناه نعرف هاي شنو تفيدنا اليوترين برانش. هذه راح القاها هنا بالجرافيد، هاي اخذنا وحدة وكبرناها ألقى بها شنو موجودة؟ موجودة البيوض. هذا الاختلاف بين المتشور والجراف. بس هنا أنا شنو؟ هذه كل قطعة سأقولكم، هذا الخط المتقطع، هذني الجرافيد، هاي راح ألقاهم ويا من؟ أشوف القطعة شلون إذا ننسى أراكم ياها. هذه قطع الأصبع، هذا الأصبع مو مقسم إلى ثلاث أقسام أصابعنا، بجد هذه قطع الأصبع راح ألقى هاي القطع ويا الأسدود. طبعا الشخص المصاب قطع بيضاء اللون أو رصاصية واضحة جدا، هذه من تجي هاي القطع، هاي طبعا لما تصير بالغة هاي داخل جسم الإنسان راح ألقى هاي القطع تتساقط، كل قطع تسقط ويا الفيسز. مثلا هسه هاي مو هاي انا رسمتلكم هيجي، هاي انفصلت وسقطت، وهاي من فصلت وهاي من فصلت، لان كلها جرافيد انفصلت. منين راح يجيها التعويض؟ ما راح تبقى هيجي هاي الديدان، راح يجيها تعويض منين؟ من هنا من المتشور، وحدة من المتشور تنزل شو يصير؟ جرافيد، بدل كل وحدة سقطت، بدل المتشور منين تنزل؟ تنزل من الامتشور. ومن هنا من النك راح يصير اكو تعويض الما للامتشور، فبدل كل قطعة سقطت اكو تعويض لها من الجسم. وقلنا هذا هنا راح يكون عندي النوتر نفاش اللي حاوي على البيوض، هنا قاعد بقولكم انه شيد يعني تتساقط مع الستون، هاي تنفصل وتتساقط. ان شاء الله تكون واضحة. نجي نكمل. هنا يقول adult tapeworm inhabit small intestine، ما راح ألقاها، أو ممكن حتى لو تقولون بس intestine مثل ما تعودنا حتى
يصير هواي عليكم ما تخربطون. These parasites have an indirect life cycle، عندها دورة حياة غير مباشرة، وهذا احنا اذا مذاكرين انه شنو غير مباشر، يعني عندها مضيف، يعني عندها مضيف نهائي وعندها مضيف وسطي. النهائي منو بي اذا تتذكرون؟ الاطوار البالغة. والوسطي منو بي؟ بالاطوار اليرقية. اول مثال راح ناخذه عن السيستودا، عن التيب ورم اللي هي التينيا سبيشيز. هذه الانواع قايلكم there are two members of tinea species that are clinical significant of human، عندها فد تأثيرات مهمة على الإنسان. آخذ اثنين، شوفوا تينيا هذا المائل باثنين، تينيا سوليو وتينيا ساجينات، ذني أخوات دائما نسوي. With only few notable exceptions، أكو فد اختلاف جدا بسيط بيناتهم، وانا حتى ما اقدر اميز الا قد اشياء بسيطة. اثنينهم ذولا سوليوم وساجيناته يسببوا لي مرض اصحلة تينياسز، هذا وانا خليت لكم اياه بخط البول. Humans are the definitive host for tinea solium، الانسان مضيف نهائي لاثنيناتهم. خليكم وياي، الإنسان مضيف نهائي لمن؟ لاثنينهم. بس الوسط راح يختلفون به. السوليوم يصيحوا لها بورك تيب ورم، ديدان الشريطية للخنازير. الساجينات الشريطية للبيف للأبقار. اوكي؟ زين. نجي. ذا لارفا، هذا هسه قبل ما نروح على اللارفا، الديفينيتيف هوست انا ايش راح القى بيه؟ راح القى بيه الادوب. هسه هو من هو هنا الديفينيتيف هوست؟ الانسان. اجل اللارفا، اللارفا وين راح القاها؟ راح القاها بالمضيف الوسطي. هسه هي ليش صاحوا لها وحدة بيف وحدة بورك وحدة خنازير وحدة ابقار؟ لان هذه السوليوم ام البورك راح المضيف الوسطي مالتها يكون الخنزير، والقى بيها هذا الطور الوسطي هذا. وان هو اكو بعد واحد طور يرقي، بس احنا ما ناخذه للسهولة والاختصار، ناخذ انه بس الطور اليرقي يهمنا واللي هو يسبب الانفكشن بالانسان اللي هو هذا. اما مجموعة يصحوا لها سيستيساكاي، او اني مفرد افحل سيستيساكا. قالنا at one time the larvae and adult tapeworm were thought to be different species، احيانا يعتقدون لان مختلف السيستيساكس شكله تماما عن الادولف، يعتقدون انه هو كائن ثاني، لكن بالحقيقه هو شنو؟ هو نفس الكائن. نيجي لللايف سايكل. مثل ما تعودنا انه اللايف سايكل اني الخص لكم اياها، فاني سويت لكم صوره وراح احاول اشرح لكم عليها وانتم تعتمدون عليها. بس احنا شنو قلنا؟ قلنا انه اني عندي هيومن مضيف نهائي، عندي حيوانات مضيف وسطي. احنا دائما ايش ماخذين؟ شوفوا human definitive host، اوكي مضيف نهائي. بما انه مضيف نهائي شو اخذ؟ شنو بي؟ القبي بالغه، القبي adult. وين؟ احنا قلنا small intestine، اكل بس intestine كافي. هذه الادولت راح تتكاثر، احنا قلنا هي شنو؟ خنثيه تخص بنفسها بنفسها، تبني تطرح البيوض ايج، او مثل ما شفنا هسه بالرسم انه شنو؟ تتساقط السيجمنت. فاني اما راح القى انه السيجمنت تنفتح وتخرج عندي بيوض، او القى شنو؟ القى السيجمنت بشكل كامل. اني شنو هسه اخذ البيوض ستول، القى سيجمنت وبيوض. البيوض هاي حتى لو سيجمنت، هو من اللي يسبب الاصابه؟ البيوض. الايج هذه وين راح تروح؟ بما انه عندنا poor sanitation، صرف صحي رديء، ايش راح يصير عندي؟ تلوث بالماء بالمغذيات. هذه البيوض راح تلوث للحشائش اللي منه راح يتغذى عليها البيف والبور، ابقار وخنازير، ابقار سجيناته وخنازير سوليوم. هاي ايش كاتبين عليها؟ intermediate host. اوكي، هذا وين احنا قلنا، ثاني قلت لكم قبل شويه
انه اكو بعد عندي طور اللي هو الاونكوسفير، بس احنا للسهولة للاختصار ناخذ بس الطور المهم اللي هو يكون انفكشن للانسان. هذا سيستيساركس الطور بيضة تفقس الى سيستيساركس، طبعا تفقس منه الى طور ثاني احنا ما اخذناه سيستيساركس. يجي الانسان بعضلات الحيوانات، يجي الانسان ياكل هذه اللحوم وهذه العضلات اللي هي ما مطبوخة بشكل جيد، شو يصير؟ ينصاب فيها. شو راح يصير عندك؟ راح يصير عندك تينياسي اللي اخذ ناس من مرة. هاي هنا اثنيناتهم اكو فتحالة، واني هاي لونت لكم اياها، شوفوا كاتبت لكم تي سوليوم. من هي هاي؟ هاي تينيا سوليوم، مو اثنيناتهم. من هي؟ ام البورك، هاي ام الخنازير. هذي احيانا هذا السيستيساركس اللي تناول الانسان، هذا اللي تناول الانسان، مو احنا قلنا انه راح يجي بالعضلات مال هاي الحيوانات يتناوله وان يتحول بداخل الانسان الى عدو، ويا السوليوم اللي هي ديدان الشريطية بالخنازير، السيستيساركس احيانا ما يتحول الى عدو. شو راح يسوي؟ يروح ويا الدم. السيستيساركس طبعا عبارة عن كيس جدار سميك يقدر يعبر العصارة المعدية للمعدة، بالتالي يعبر وين يوصل؟ يوصل للإنتستين ويفقس يتحول إلى عدو. ويا السوليوم نرجع، ويا السوليوم ما يتحول إلى عدو. السيستيساركس قد يذهب إلى البرين والآي، العين والدماغ لهذا الشخص المصاب، وينطيه مرض ثاني اللي هو السيستيساركوسيس، بس ناخذ أعراضه بالتفصيل. أوكي، هاي دورة حياتهم اثنيناتهم، لكن أكو فد استثناء إنه ويا السوليوم وراح يروح، راح يروح العفو للبرين والآي، الدماغ والعين. يعني بالامتحان إذا أخصص لكم ارسم دورة حياة التينيا سوليوم، هذا لازم موجود. هذا إذا سجناته لا، هذا مو إنك ترسمه. واضح؟ إن شاء الله واضح. نرجع بعد هذا الكلام، أنتوا حرين ترجعون تشوفون شنو بيه، لكن أكيد راح تلقون تفاصيل أنتوا بغنى عنها. نكمل. هذه دورة الحياة اللي شرحناها بالتفصيل، بس أنا راسم لكم فقط البوب، ما راسم البير. منطيني هذا هو السيستيساركوس هذا اللي احنا رسمناه. اكو عندكم هذا الجدول comparison بين سجينات انتينيو سوليوم، هذا قايل لكم مثلا اللي اريدهم الطول اللينث بالمتر تبعوا بعض. السجينات ايش قد طولها؟ 5 الى 10 متر. احنا ذكرنا بالبدايه قلنا انه اكو كائن دينافسك المغذيات الموجوده باطوال كبيره. شوفوا مثلا اذا سجيناته 5 الى 10 متر، هنا 2 الى 3 متر، هاي اصغر. عندنا عدد القطع، هاي القطع الصغيره اللي رسمناها الاماتشور وماتشور اللي شفناها صارت بالصوره، 1000 الى 2000، هاي 800 الى 900. هذا ما اريده، عدد القطع هذا ما عليكم به، هذا بس حفظوا لي الطول. عدد السكر، عدد المحاجم اللي رسمنا اللي شفناهم بالبدايه، قلت لكم اكو 2 من هاي الجهه واكو 2 من الجهه المقابله، هذا النيش قد 4. الهوكس بالسوجينات ما موجودة أصلا، هاي طبعا خلنا نرجع للصورة. السكر هاي المحاجم 1 2، قلت لكم اكو 2 اللي ورا او 4. الهوكس بالسوجينات هاي ما موجودة، بالسوليوم موجودة. هذا الرسم يجيكم ارسم الدراو ذا General structure، التركيب العام للتينيا، هذا الرسم ترسمه لي. الهوكس absent
موجودة هنا بالسوليوم بدبل كراون يعني بصفين، أجي number of different branch عدد التفرعات الرحمية هاي. هذه التفرعات تفيد بالتشخيص. يعني يجيني شخص مصاب إن شاء الله، إذا الله راد ورجعنا لدوامنا الطبيعي بالعملي إن شاء الله ناخذها بالتفصيل، إنه أنا من يجيني شخص مصاب وأني ألقى قطعة جسمية عنده وهو مبين عنده تينياسز، لكن أني أريد أعرف هو عنده السوليوم لوكيجينات المرض جاء من البقر ولا من الخنازير، من أعرف أحد التفاصيل هي هاي واحدة من عندنا. وبعد أقول القطعة عشان نأخذ بس هاي كافية، إنه هاي اليوترين برانش تنطيني فد تشخيص أو فد شكل تشخيصي للقطع أو للجنس. بعض مثلا هنا هسه يقول إنه بالساجينات إيش قد عددهم 15 إلى 30، بينما بالسوليوم إيش قد 7 إلى 13، راح أحسبهن إذا هواية من 15 إلى 30 إذن هي سجينات، بينما إذا 7 إلى 13 إذن هي سوليوم. المضيف الوسطي بيف بيك بقر خنزير أو بوك، وعندنا المضيف النهائي اللي هو الهيومن اثنيناته، وقايل آخر شيء إنه وين تروح هذه الأعضاء اللي ممكن صبنا. هذه ما أريدها من عندكم، هاي ما أريدها، بس أريد مضيف نهائي، أريد وسطي، تفرعات الرحم الهوكس، و النمبر أوف سكر بالدنيا الأخيرة عفوا. يقال إن السوليوم قد تروح إلى أعضاء أخرى تصل إلى البرين، هاي متوصل لها. نجي للأعراض سايمتومز. تينياسيس اسم المرض، هذا إذا شنو؟ هذا إذا معوي، إذا فقط بالأمعاء. تينياسيس infected person may complain of، هذا ايش راح يصير في هذا الشخص؟ عندكم مجموعة من الأعراض weakness ضعف تعان weight loss hunger sensation شعور بالجوع vomiting headache تقطع عرفوها تقيؤ وألم بالرأس segments sheathing feces راح ألقى القطع بالجسم مثل ما وضحناها بالرسم perianal pruritus حكة شرجية abdominal pain diarrhea نوجية والدنس. أعتقد واضحات كل ما أخذهم. نكمل هاي إذا شنو؟ إذا كان تينياسيس. يجيكم بالامتحان عدد سنة كم وحدة؟ 5 10 11، عدد 5 6 8 تعبوهن. الشكل الثاني اللي هو السيستيساركوسيز. السيستيساركوسيز إذا راح السيستوسيركس المن الى اعضاء اخرى، وين هاي؟ هذه مع التينيا سوليوم. ايش راح يسبب لي؟ عندنا اول واحد اللي هو الكرونيك هيدك اللي هو صداع الراس المزمن. اثنين عندنا العمى بلايننس سيزوريز لنوبات الصرع هيدروسيفالوس تضخم الراس منينجيتس التهاب السحايا، وعندنا بالسيفير كيسز قايلنا عندنا نيورو سيستيساركوسيز راح يسبب لي الموت اللي قد يكون فاتل فور هيومن. اتمنى تكون المحاضره واضحه، وسجلوا ملاحظاتكم واسئلتكم، اي شيء ما فاهمين ان شاء الله نتناقش به من التقنيه.